النقاط مذكوره 17 نقطه كلها لصالح المجتمع، كل هالشغلات اللي هم يجتمعون ويتفقون احنا نسوي كذا ونسوي كذا. ونقاط يعني برمش العين تنحل، برمش العين. موضوع ازمه الغاز والبنزين في اقليم كردستان، اعتقد اليوم اذا يقرر رئيس حكومه تقلل البنزين في اقليم كردستان راح تقل سعر البنزين في اقليم كردستان، لكن ماكو نيه، ماكو نيه، قرار شخصي غير امور يعني لا 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 ماكو ما لا ابدا 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 الشغلات لا 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 اكو هسه اذا انا احكي لك عن الملفات والشغلات والتفاصيل رادنا 3-4 ساعات، بس اقول لك بالاختصار، باختصار موضوع النفط والازمات والمجاعه هم عايشين على الازمات، بقاء الاتحاد الوطني وحزب الديمقراطي على الازمات، فقط على الازمات. ما اذا تنحل ب 2010 استاذ العزيز، خلي اذكرك ارجعك شويه لورا، ب 2010 الناس من اجى للشارع ما قال راتب، ما قال كهرباء، ما رفعت كلمه ارحلوا بس. كان اكو رواتب، كان اكو ميزانيه انفجاريه حتى في العراق، لكن اليوم اشتغلوا على مجاعه الناس، وصلت المرحله كرامه الانسان يعني تقلصت على راتب بس، انطينا راتب 33 يوم. يعني ما معقولة حكومة من أقصى شمال الكرة الأرضية إلى أقصى جنوبها ماكو حكومة ينطي راتب الشهر يمه 50 يوم. بأقصى شمال الكرة الأرضية إلى أقصى جنوبها ماكو حكومة يشتغل على مجاعة الناس ويضرب بكرامة ناس وأهله وناس. هاي مشاكل ويا حكومة اتحادية، حكومة اتحادية. لا 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 منو يتفق ويا الحكومة الاتحادية أستاذ محمد؟ أنا أسألك سؤال أنت صحفي، منو متفق ويا الحكومة؟ منو شكل الحكومة العراقية ما بعد 2003؟ منو اتفق على الدستور؟ منو اتفق على النظام الداخلي؟ منو اتفق على النظام الداخلي في مجلس النواب؟ منو اتفق على تشكيلات الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ مو جيل الجديد ولا الأحزاب الخارج الاتحاد الوطني، هم حزبين حاكمين. أجاب نكمل النقاش بهذا الموضوع المهم بعد ما أخذ فاصل. أستاذ